نكمل في الأشكال دي. هنلاحظ إن في منها كل الأشكال دي، في مربع برضو، 3 أوير برضو، في منها غويط، ده غويط حلو جدا الأشكال، وفي منها صغير خالص، والفناجين الله، والبولات الصغنونة خالص دي أشكالها تحفة كده، يا حلوة قوي. بيورو 29 سنت الواحدة، حلوة جدا دي. أشكال بقى مجات بيورو الواحد، دي مجات أكبر، المج بيورو من كل الحاجات دي. واو اللي مرسوم عليها الورد ده جميل جدا. نيجي بقى هنا للطاسات، في منها أحجام طبعا مكتوب عليهم السعر، دي ب8 يورو، وفي الأكبر ب12، في أكبر خالص طبعا، في صغير قوي، في غويط، وده اللي هو الفايركس اللي بيدخل الفرن ب5 أورو طبعا، في أحجام مختلفة منه، صغير وكبير. طاسات دي حاجة تانية، ماركات تانية طبعا. واليوم الغطا بيبقى الغطا على جنب، انت بتختاري الطاسة وبتوفقي معاها الطبق اللي مقاسها على قدها. في طبعا جرانيت كمان ب10 أورو، دي زي كازارولا كده، ودي حلة، الحلة دي سعرها كان ب20 أورو، هي أصلا ب50، مكتوب عليها ب44، ب45 يورو، نازل عليها عرض ب20، الحلة بالغطا، ودي المقاسات. في ستلس طبعا، ودي حلة طويلة، الحلة الكبيرة قوي ديت، الحلة الكبيرة دي ب18 أورو، هي كبيرة بس ممكن بتكون في الصورة مش واضحة قوي. وفي الكنكات والحاجات دي، يعني مثلا الكنكات دي ب2 يورو مثلا، في حاجات حلل صغنونة، وستلس برضو، ستلس تقيل جدا على فكرة، دي تقيلة جدا ب10 يورو. الطاسات، بقيت الطاسات دي طاسات بغطا ب10 يورو، انا جبت دي قبل كده استعملتها، عندي واحدة زيها جميلة جدا، هي بغطا، تستخدميها طاسة وحلة وكل شيء. ندخل بعد كده على الرف ده، ده فيه زي كاتل غلاية مية، ده سعره 29 يورو، دي مكوة 2 في 1، 30 يورو، دي مكنة قهوة 16 يورو طبعا، دول كلهم طبعا. الكاتل ده انا جربته قبل كده، رخيص جدا ب10 يورو، وحلو جدا برضو. في هنا بتاع التوست ب10 يورو برضو، بيعمل الاشكال كده. في برضو مكنة القهوة دي 30 يورو، ده بتاع التوست، التوستر ده ب12 أو ب13 يورو، ده بتاع الكريب، بتاع الكريب ده ب13 يورو. دي بقى بلاستيكات او حاجات، ده بتاع سبت الغسيل، ده كرسي الحمام مثلا، دي بقى بوكسات، يعني كل دي بوكسات وسبت الغسيل، يعني بوكسات وسبت الغسيل. نيجي هنا، دي كلها حاجات للتنظيم، حلوة قوي، ده سعره 2 يورو، دي كلها منظمات، يعني دي حاجة زي كده، ده ممكن تحط فيه حاجة وانت خارج، دي زي حافظ طعام صغير، دي ب2 يورو. في ده مجموعة علب كتير مع بعضها، نشوف دي علب صغيرة، العلب هنا ممتازة جدا على فكرة في حفظ
الحاجات. ده بنحط فيه الكيك او التورته وبتتغطى. دي كلها منظمات جميله جدا. 3 يورو يعني 3 يورو يعني باقل من 60 جنيه مصري، يعني اقل من 60، يعني اليورو ب18 او ب19 يعني تقريبا. دي اللانش بوكسات بقى والاشكال، يعني مثلا دي علب، دي بيورو مثلا، دي علب، حلوة قوي الصينية دي، سعرها 4 يورو. نحاول نشوف تاني مع بعض. دي الحاجات اللي ممكن نحط بقى بهارات، دي ب79 سنت، حاجات كده. ونيجي بقى على الحاجة التحفة اللي هنا، حاجات الكيكات، الاشكال دي سيليكون ب2 يورو، اشكال مختلفة. في قلوب بقى طبعا اللي هي الصواني اللي بتتفتح، وفي مقاسات كتيرة، مستطيل ومربع، حاجات من دي، اشكال قوالب بتاعت دي، القطاعات. ده بقى اللي بيتحط عليه التورته وانتي بتعمليها. ده سعره كام؟ 6 يورو. دي حاجات الكب كيك بيورو، ودي بتاعت المعايير بيورو 29 سنت. دي العجان اسمها ايه دي اللي بنفرد بقى العيش. وهنا دي اشكال القطاعات تحت، وهنا طبعا حاجات سيليكون كده. دي بقى كلها برطمانات يعني ب59 سنت، يعتبر رخيصة. ودي ازايز المية تحت، دي كلها برطمانات. البرطمان من دول بيورو. دي زجاجيات كلها. نحاول نمشي تاني نعمل الجولة بتاعتنا. احنا رحنا فين؟ نيجي هنا هنلاقي ال دوت زي نظام هاند بلندر، ومعاه هو 300 واط، يعني هو مش قوي يعني للدرجة دي. ده هاند بلندر انا جربته قبل كده، حلو قوي ب10 يورو بس، رخيص على فكرة يعني. ودم المضرب البيض فوق ده ب13 يورو. دي بتاعت الجهاز البيض ب10 يورو. يعني ميزة المحل ده ان هو اسعاره مش غالية قوي. طبعا دي مكنة حلاقة بتاعت الرجالة ب10 يورو برضو مش غالية. ودي مكوة الشعر، يعني بيقولوا انها عليها دي حاجات بتهم البنات طبعا، يعني ب10 يورو. لو هندخل بقى في الجنب ده هنلاقي حاجات مثلا الشماعات. شوفوا شماعات القطيفة، دي كلها شماعات قطيفة. دي هنا بقى دي مساحة اما تكون بتنظفي الازاز. دي كلها حاجات تنظيف. دي بقى جزء برفانات وعطور، هنبقى نيجي ليه مرة لوحده كده ان شاء الله ونتكلم على الانواع. وطبعا في جزء خاص بالميك اب، ممكن نشوف يعني حاجات زي كده، فرش طبعا بتاعت الميك اب، طبعا في ماسكارا وايلاينر والحاجات دي كلها. اسعاره مش غالية خالص. هنا ده جزء كده يعني ممكن نبقى منفصل، هنعمل الجولة السريعة هنا.